تحياتي للجميع. استشري البنج الحلقة الرابعة كورونا فيروس، فاللي خايف يتعدي يروح. حلقة النهاردة اوفر دوز. طيب الفيروس المنتشر وكلام تسمعه الوباء ده من علامات النهاية، نهاية الأيام اقتربت، مجيء التاني على الأبواب. هل الفكر ده جديد ولا ده فكر الكنيسة الأولى من أول يوم؟ خد عندك القنبلة دي. بشارة الأوائل كانت شفوية بالإنجيل الشفوي واستمرت كده 20 سنة، محدش اهتم يدون الكلمة غير بعد موت وقيامة المسيح في حدود 15-20 سنة، في منتصف الأربعينات بداية الخمسينات، لما بولس ابتدى يكتب الرسائل بتاعته. طيب ليه؟ لأن كان في اعتقاد إنه المسيح هيرجع سريعا، يعني في خلال 15 سنين، فبالتالي المهم نوصل البشارة الشفوية بسرعة للناس عشان تخلص، والتدوين يعني ايه مش هيفيد. لما طبعا الموضوع اتأخر ابتدينا نشوف التدوين، الأناجيل والرسائل. طيب الكنيسة الأولى جابت منين الفكر ده ان المسيح رجع بالسرعة دي؟ طبعا غير انه بولس اتكلم عنها كتير في مواضع كتيرة، ويوحنا قالها صراحة آتي سريعا، هنلاقي المسيح في متى 16 بيقول: ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. والكلام ده متكرر في مرقس ولوقا، يعني بيكلم التلاميذ يقول لهم هنا في ناس موجودة مش هيموتوا غير لما يشوف ابن الإنسان رجع في ملكوته. ففي كتير بيفسروها يقول لك لا هنا مش قصده على المجيء التاني، هنا قصده على القيامة، يعني في كتير موجودين مش هيموتوا غير لما يشوفوا المسيح وهو بيقوم من الأموات. ماشي. طيب لا، في متى 24 الكلام أوضح. المسيح في متى 24 بيديك تسلسل، الإصحاح كله عبارة عن بيديك أحداث بالتسلسل على اللي هيحصل قبل المجيء التاني. بعدين يجي في آية 34 يقول لك: الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. وبرضو الكلام متكرر في مرقس ولوقا، يعني حاجات التسلسل ده اللي موجود في الإصحاح 24 عن ان يجي انبياء كذبه، واحد في الحقل هيكون موجود والتاني هيتخطف، طبعا غير الخطف، الاختطاف بتاع بولس في تسالونيكي ده مختلف، ده هنا كان على المجيء التاني. الاختطاف بتاع بولس و الملك الالفي ده اصلا مش كل الطوائف بتؤمن بيه، يعني الكنيسه الارثوذكسيه مش بتؤمن بيه. المهم، فالمسيح كلامه انه الاحداث دي كلها هتحصل قبل ما يمضي هذا الجيل، يعني علامات المجيء التاني كلها هتحصل قبل ما الجيل اللي كان بيكلمه اللي هو التلاميذ هيمضي. طيب الحاجات دي ما حصلتش قبل القيامه، وما حصلتش قبل جيل التلاميذ ما يمضي. الكلام هنا على المجيء التاني، وراح جيل التلاميذ والجيل اللي بعديه والجيل اللي بعديه والجيل اللي بعديه. طبعا في كتير بيلفوا ويدوروا يعني يهربوا منها، يقول لك لا هو قصده ما كانش الجيل اللي بيخاطبه، هو قصده الاجيال بصفه عامه. طب هو يعني المسيح لو قصده كده ما قالهاش ليه بوضوح؟ يعني ليه حدد هذا الجيل؟ في بقى بينكروا الموضوع ده كله ويقول لك لا ايمان الكنيسه الاولى واباء الكنيسه الاولى ما كانوش مقتنعين ان المسيح او المجيء الثاني هيحصل قبل نهايه القرن الاول. لا الكلام ده مش حقيقي. طيب بطرس بيحسمها لك بالضربه القاضيه، خد القنبله دي. رسالة بطرس الثانية إصحاح 3 آية 9: لا يتواطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التواطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. بطرس بيقول كده ليه؟ إن ما كانش ده كان إيمان الكنيسة الأولى أن المسيح لازم هيجي قبل القرن الأول وما حصلش، وابتدى يبقى فيه تذمر وكلام عن تباطؤ، وبطرس بيرد عليهم. أظن كده يعني بطرس حسم الليلة. طبعا لما دخلنا بقى في القرن الثاني والثالث الكلام ابتدى يتغير، وتحول إيمان الكنيسة بدل من إنه المسيح لازم هيجي قبل نهاية القرن الأول، إنه لا يعني
هو صحيح حياتي سريعا لكن مش سريعا، وطلعوا كده بمئة لفة يوم الرب بألف سنة، يعني هو يعني على الأبواب بس عشان على الأبواب الاتنين. في بقى بينكروا الموضوع ده كله ويهربوا ويعملوا ايه؟ حركة شير بنك المشهورة، لما يتزنق يروح ايه؟ حتفك، هادف وشك كده. الآية اللي في تيموثاوس عن كل كتاب موحى به من الله نافع للتوبيخ والتعليم إلى آخر الآية، ويهرب لما تزنقه. طب خد عندك القنبلة التانية دي، هل الاستدلال ده أمين؟ عشان أنا من زمان نفسي أفضح يعني طريقة الاستدلال غير أمينة دي في فيديو. هل يعني بولس لما بيقول كده بيتكلم على كل على كتاب العهد الجديد؟ يعني الرسائل بولس التانية اللي منها تيموثاوس اتكتبت في حدود الستينات. إجماع العلماء كلهم مسيحيين وغير مسيحيين إنه كتاب ما كانش اتجمع، ولا كانت كل الكتب اتكتبت في الفترة دي، ما كانش لسه اكتمل العهد الجديد. أضعف الإيمان إنه يوحنا ما كانش لسه كتب الإنجيل بتاعه ورسائله ورؤية. فأنا مش فاهم، هو يعني بولس بيستشهد بحاجات لسه ما اتكتبتش؟ عشان بس الناس تعرف الاستدلال غير امين ده في استخدام الايه. يعني بولس كان بيتكلم بوضوح هنا كتاب اي العهد القديم، ده غير ان كتاب العهد الجديد ما كانش لسه اتجمع، يعني قوائم العهد الجديد ما اتحسمتش غير على ايدين اباء القرن الثالث والرابع. وانا عملت فيديو كامل على الموضوع ده الحلقه الاولى، ف يعني مش بولس هو اللي بيشهد للكتاب، لا ده اباء القرن الرابع لما حددوا لك القوائم. طيب نكتفي بهذا القدر عشان ايه نروح لعيالنا. شكرا.